قالت ما أوحش الدنيا علينا بهالمسيئة من قلة الوليان وخيام الخلية مدري أنا بهالليل وش يجري عجل علينا يا علي عجل علينا يا فرج الله وتنقضي وحشة الليل وباكر يعين الله على ركوب وانشيل عن جسم الولي وما حد يشيل ما نقطع حتى لو نقطع بينا هذا ليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر شلون قال أعظم عليها من الصبح جية الحادي قايد الناقة وشايل قيودة ونادي طلعت وهي تستر وجهها بالأيادي يا ابن الخنانس ولا تدخل علينا يا علي يا ابن الخنانس ولا تدخل عليها قالها دقوم لو أشب بالنار فيها قامت تنادي بالوصي حدار يجيها عجل علينا يا علي عجل علينا يقول الملا علي بن فايز رحمة الله عليه يقول يعني لما يصور إلى أن هذا الموقف شلون قال نزع المعزة والبسي بردة الذلة عزك ذبحنا والذي تلوذي بضلة أما انترك بين الجمال بالطيب ولا بنركبك وان كانتك ونمنعينا يا علي يا علي يعني قام يهددها قال الضعيف والعدو ما قدر أمنعه ولو كان بيدي ما ركبنا بغير قنعة وقعت على سكنة تقبلها وتنعى الله على ذاك
الرجس ما بكت عينه. ويقول الملا سلمان بن سليم لما شافت الحسين على التراب ايش قالت؟ قالت لا تقول خلتني العزي زبحر الرمال والدب شيلك ما حصل يا حسين شيال اقعد وعاين كيف حاطة بزين ديح بال ومن كربلاء للشام بتودى هديه.